الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين معاشر السادة الأعزاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسأل حبيبنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه فيقول له يا رسول الله اسأل الله لي ان يجعلني مجاب الدعوة فماذا قال له الحبيب المصطفى قال له كلمة حق وقال له عبارة صدق قال يا سعد أكب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف باللقمة من الحرام في جوفه فلا يقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمله 40 يوما ومن نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. لماذا قدمت بهذه المقدمة بين ساعة واستاذنا محمد؟ انما قدمت بهذه المقدمة لما قرأناه هذا الاسبوع على صفحات الجرائد تحت عنوان مسالك العابثين وكيف ان اموال المسلمين تبدد ذات اليمين وذات الشمال. رئيس قسم باحد الجمارك يختلف 96,000 جنيه. مدير احدى المؤسسات يختلف 92,000 جنيه. غيره يختلف 100,000 جنيه. غيره يصرف له شهريا 20 جنيه بدل سيارة وهو في نفس الوقت يركب السيارة فيجمع بين البدل والمبدل منه. اذا بلغ احدهم عما يجري من نصب واحتيال فان الذي يبلغ يكون عربة للعذاب والتشريد. فما العلاج؟ قرأت الداء وقرأت الدواء واليكم صورة من صور العفونة الاجتماعية شقق مفروشة. هذه عفونة جنسية اموال تبذر ذات اليمين وذات الشمال صورة من صور العفونة الاختلاسية. موظف في شركة النصر للتصدير والاستيراد يبيع في السوق السوداء 200 و450 طنا من الورق ويختلس منها 20,000 جنيه. اين انفقها؟ كان القارئ يقرأ لي هذه الورقة وقبل ان يكملها قلت له توقف يختلس 20,000 جنيه لابد ان يكون في حياتهم رهق.
ساقطة، فماذا كانت النتيجة؟ اتضح ان 20,000 جنيه انفقت على امرأة الراقصة، استأجر لها شقتين وجاء بعربية نصر 128. اذا رأيتها تمنيت ان تموت تحتها، اشتراها للراقصة وانفق عليها 20,000، 20,000 جنيه. اين انت يا حبيب الله؟ اين انت يا رسول الله؟ يا من قلت في حديثك الشريف ما من راع يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لها الا حرم الله عليه الجنة، اين انت يا حبيب الله؟ اين انت يا حبيب الله من سيارات 128؟ يشهد الله انك يوم ذهبت من المدينة الى غزوة بدر سرت 150 كيلو مترا على قدميك، على قدميك الشريفتين، كانت قدماك تغوصان في رمال الصحراء، وكنت تقول لاصحابك ما انتم باقوى مني وما انا باغنى منكما عن ثواب الله، اريد ان امشي، اريد ان امشي، فان كل خطوة في سبيل الله لها اجرها عند الله. اين انت يا ابن عبد الله من عربات 128؟ اين انت يوم نمت على فراش الموت؟ سألت ام المؤمنين عائشة كم عندي من المال يا عائشة؟ اجردي تركة رسول الله، فقالت 7 دنانير يا حبيب الله تساوي 3.5 جنيه. فماذا قلت لها؟ هل قلت لها احضري لي المشويات والمحمرات وما لذ وطاب؟ قلت لها تصدقي بهن جميعا يا عائشة. وكنت اذا اصدرت امرك تابعته، وبعد هنيهة سألتها هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ فقالت لك شغلي بمرضك انساني ان اتصدق بهن يا حبيب الله. فبكيت يا محمد، بكيت وترقرقت الدموع من عينيك الشريفتين وانت تعالج سكرات الموت، وقلت لعائشة كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ كيف؟ اسم استفهام يدل على التعجب. كيف يلقى محمد ربه وعنده ماذا؟ عنده الانتيريه والفوتيه والصالونات والثلاجات والسخانات والمرطبات والمهببات والكاسحات والمدمرات والغسالات. كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟
هذه اموال محمد لا يرضى ان يلقى الله وفي بيته دمار واحد. هذا هو العلاج الصحيح. قدوة عملية، صدق في الدعوة، لقي الحبيب ربه وليس في بيته دينار واحد. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك فقراء المصلحون وصابح جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء. فاذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانوار، واذا حسوت فقادرا ومقدرا لا يستكين بعفوك الجهلاء، واذا خطبت فللمنابر هزة طهر النادية وللقلوب بكاء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا من له عز الشفاعة، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنسق ما له شفعاء. عرش القيامة انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاء، واقمت بعدك للعباد شريعة لا سوقة فيها ولا امراء، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء، والدين يسر، والخلافة بيعة، والأمر شورى، والحقوق قضاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأريك الحمائم. سيارة تابعة للقطاع العام تباع ويقبض ثمنها، وبعد بيعها لا يزال البنزين يصرف لها حتى ساعة إعداد هذه الخطبة. إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. ما الدواء؟ هذا هو الداء. اموال المسلمين تبدد، اموال المساكين تنفق على الراقصات، اموال الفقراء البائسين تبذر على شارع الخرف وفوق جبل المقطم، والمسكين في مصر اذا اصيب بالصداع لا يجد ثمن حبة النوبلجين، وبئر معطلة وقصر مشيد. مجتمع صاخب، مجتمع نسي الله، فذاق وبال امره وكان عاقبة امره خسرا. مئات الالوف، واسألوا جبران خليل جبران، مئات الالوف من اموال المسلمين، واذا اصيب مسكين بالمرض لا يجد ثمن الدواء، لا يجد ثمن الدواء في مجتمع ينفق احدهم 20,000 على جيفة قذرة، على امرأة الراقصة، على امرأة الراقصة. ابن الفقير لا يجد من يعطيه درسا قبل الامتحان، لان الدروس غالية، ولان اسعارها عالية، ولان الدقيقة فيها محسوبة من عمر الزمن. ابن الفقير
اذا اصيب بشلل الاطفال لا يستطيع العلاج، لان العلاج الطبيعي الساعة فيه بجنيه كامل وثلاث جلسات في الاسبوع بثلاثة جنيهات، فيكون ثمن العلاج في الشهر 12 جنيها ويستمر العلاج 5 سنوات على هذه الحال. ان كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي، ان كنتم تريدون رحمة الله فارحموا خلق الله، لا تنزع الرحمة الا من شقي. ماذا اقول؟ هامت على نفس الهموم، هامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وصقور. يا ليل اين النور، يا ليل اين النور، اني تارخ. هل تنقضي، هل تنقضي ام ليس بعدك نور؟ مئات الالوف تنفق على عروق الصوت وفقراء المسلمين لا يجدون الدواء، واذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء، واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء. دروس تحسب بالدقيقة، علاج طبيعي لمرضى الشلل الذي يستمر صاحبه فريسة له سنين عددا، ساعة بجنيه كامل، درس باثنين من الجنيهات، ونحن في حيرة. اموال تداس بالاقدام، عربات يصرف لها البنزين ولا وجود لها، وبعد ذلك اذا قال احدهم كلمة حق فمأواه ترى وساءت مصيرا، ومقره ابو زعبل وساء مرتفقا وساء سبيلا. شهيد الحق، شهيد الحق، قم تراه يتيما بارض ضيعت فيها اليتامى، اقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما اقام. وليس الامر مقتصر على القاهرة، انما الاختلاس تسرب الى القرى. قرية في محافظة القليوبية تضاء بالكهرباء، واتضح ان جميع العدادات التي تستعمل في هذه القرية مسروقة من القاهرة. جميع العدادات سرقت من القاهرة وبيعت لأهل هذه القرية. قرية بأكملها تباع بعدادات مسروقة، إنها عدادات لا تعد النور وإنما تعد السيئات على أصحابها. بلغت السرقة أن البعض يسرق أبراج النور، وهذا اول حدث سبقنا به العالم اجمع. العالم سبقنا الى الصعود الى القمر، ونحن سبقنا العالم في سرقة ابراج النور في محافظة المنيا. تقدم تكنولوجي خطير، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تقدم في بعض المراكز، اثنان من عمال البريد يسرقان مكتب البريد كله بما فيه من مال وطوابع،
ثم يخفيان المسروقات في حظيرة البهائم لتقدم احدى البهائم الى المحاكمة بدلا من ابناء ادم، حتى ظلم العباد اتصل بالبهائم البريئة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يا معاشر الاخوة الاعزاء، لقد قلتها لسيادتكم سابقا، ما دام هناك ذلك الثالوث المدمر فانتظروا كثيرا من الاختلاسات. الثالوث المدمر امرأة ساقطة، كأس من الخمر، مائدة من القمار. اسمعوها جيدا حتى لا تتعبوا اعصابكم. المحاكمات لا تجدي، كل الذين تكلموا في الدواء قالوا يجب ان نشدد عقوبة المختلف وان تصل الى حكم الاعدام. سنعدم 50% من الشعب وحكم الاعدام لا يجدي. ما دام هناك امرأة تبيع الهوى وتتاجر في الغرام، ما دام هناك خمارات لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ما دام هناك مواهب للميسر يلعب اصحابها طول الليل، من اين ياتون بالمال ليلعبوا القمار؟ من اين ياتون بالمال ليشربوا الخمر؟ من اين ياتون بالمال ليصاحبوا الساقطات في رقصات الدنس؟ من اموال المسلمين، من اموال المسلمين. وانا اقول من فوق هذا المكان، لا وسيلة لا اصلاح الا بتربية الناس على الصلح مع الله. العلاج ظاهر، اغلقوا الخمارات، اغلقوا مسارح اللحظ، اغلقوا موائد الميسر، هذه هي الوقاية. اما العلاج فهو تربية الضمير مع الله. اسمع معي الى ما حدث لامير المؤمنين عمر فاروق هذه الامة. ماذا حدث؟ جلس بعد صلاة العشاء يكتب مرتبات الجيش في دار القيادة، وكان يضيء فتيلا به زيت ليبدد به ظلمة الليل. لم يكن هناك الفلورسنت ولا النيون، انما كان هناك مصباح متواضع فيه بعض الزيت، وفي الزيت فتيلة تمتص رحيق الزيت. ودخل عليه علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، فقال له عمر: فيما جئتنا يا علي؟ ان كنت جئتنا في امر يعم المسلمين بالنفع تركت المصباح مضيئا، وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفأت المصباح حتى لا نستعمل مال المسلمين في غير منافعك. لله درك يا ابن الخطاب. بعض نقاط الزيت، لم يكن هناك عربات مصر 128 او 1300، انما كان هناك ضمير يحاسب.
لم يكن عند عمر الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يكن عنده مراقبة قضائية، ولم يكن عنده شعبة المخالفات المالية، انما كان عنده اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يا علي يا علي، ان كنت جئتنا في امر يخصك اطفأت المصباح حتى لا نستعمل مال المسلمين في غير مصالحه. هذا عمر، عمر الذي كان يقول لأهله ان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحم. عمر الذي كان يقول لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخلون الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. عمر، عمر الذي كان يخاف الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده، رباهم على مراقبة الله. فأين تربية الشباب وأين تربية الرجال والنساء؟ هل هناك مادة في الجامعة تسمى مادة الدين؟ لا، ندرس الدين في الجامعات. هذه رجعية، هذا تأخر. هل هناك في الجامعات مسجد ننصرف إليه لنؤدي الفريضة لله؟ هل هناك في المدارس برنامج للصلاة؟ ان حصة الدين في المدارس تكون اخر الحصص، بعدما تسأم النفس وتمل السماع والقراءة، وجعلوها اخر الحصص لمن اراد ان يزوغ او اراد فرارا. اسأل التربية والتعليم، اين التربية واين التعليم؟ اما التربية فلا تربية، واما التعليم فانه هابط، وتحولت شوارع القاهرة الى ملاعب للكرة، ومعلوماتنا في الكرة عالية، ومعلوماتنا في الاغاني عالية، ومعلوماتنا في الافلام عظيمة ورقية، ومعلوماتنا عن الله ورسوله لا شيء يذكر. فكيف نقضي على الاختلاسات؟ ان الذي يقضي على الاختلاسات هو التربية الدينية. رب الشباب على العقيدة، رب النساء على الفضيلة. نحن نعاني ازمة الزواج، ليس هناك من الفتيات ما يملأ على الشاب الصالح حياته. نعاني ازمة الاخلاق، لم نعرف كلمة الحرام في الحرام والحلال، لم نعرف كلمة الحرام في اموال العباد، انما عرفناها في الاغاني. عرفنا كلمة الحرام في الاغاني، حرام تهجر وتتجنى، حرام ده البعد كم سنة تفوتونا بالسماء، ده حرام. لماذا عرفنا الحرام في الهلس ولم نعرفه في اموال المسلمين؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا كررنا كلمة الحرام في الهجر والسب في الحرام؟ لماذا لم نعلم الناس الحرام في اموال العباد؟ يرحم الله العارفة بالله رابعة، كان عندها من العمر 6 سنوات، وقدم الطعام امام والديها، وقال لها ابوها تعالي لتأكلي يا رابعة،
فقالت لا اكل حتى اعلم امن الحلال هو ام من الحرام. فقال لها يا رابعة واذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا انت فاعلة؟ قالت له يا ابتي اصبر على جوع الدنيا فانه اهون علي من ان اصبر على عذاب النار يوم القيامة. ضمير حي، ضمير يقظ. كانت الزوجة اذا ودعت زوجها صباحا في فجر الاسلام كانت تقول لزوجها يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، فنحن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب النار يوم القيامة. يا معاشر السادة، اذا اردتم اصلاح النفوس فليس هناك علاج سوى الاسلام. اذا اردتم علاج مسالك الهابسين فليس هناك علاج سوى الرجوع للواحد الديان. الدنيا كلها شرقا وغربا، واتت اسرائيل في ضحايا اللد. امريكا ارسلت برقية العزاء وارسلت لمصر برقية عداء. العزاء لاسرائيل والعداء للعرب. لماذا لم يعزونا يوم مات عشرات الالوف في رمال سيناء؟ لماذا لم نسمع صوت عزاء لا من الشرق ولا من الغرب يومها؟ ولماذا نسمع العزاء في ضحايا اللد؟ والكنيسة الاسرائيلي وافق بالاجماع على ان يشن حربا على بعض الدول العربية انتقاما لضحايا اللد. واليابان يقدم 1.5 مليون دولار لضحايا اللد. واليابان يقدم اعتذارا على لسان مبعوثه لضحايا اللد. اليس هناك من يعزينا في شهداء سيناء؟ اليس هناك من يعزينا في الذين هدمت بيوتهم في محافظات القنال؟ اليس هناك من يعزينا في اطفال ماتوا في مدرسة بحر البقر؟ اليس هناك من يعزينا في عمال مصانع ابي زحفل؟ لا. لماذا؟ لاننا مسلمون وهم يكرهون الاسلام وسيرة الاسلام. لا الشرق يحب الاسلام ولا الغرب يحب الاسلام. ويوم ننزل المعركة سنكون وحدنا مع الله الواحد الديان. لن يكون معنا الا الله. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. معاشر السادة الاعزاء، الصلح الصلح مع الله، الرجوع الرجوع الى الله. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا الى وطنه سالما رددته، ولا حاجة الا قضيتها بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر رجال الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة اعداء الدين. ايها السادة الاعزاء، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وفق الله ولاة أمور المسلمين لرفع راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.